الكيان المجرم يريد أن يرسل لبنان إلى جهنم. على فكرة راح تكونوا أنتوا في قعر جهنم إن شاء الله قبل ما تفكروا أنكم ترسلوا لبنان هذا البنيان القوي إلى جهنم. وعلى فكرة كل طلقة أطلقها المقاوم اللبناني على الكيان المجرم كل طلقة ترى تحسب، ترى يحسبوا بالطلقة وبالصاروخ ويحسبوا بالتاريخ واليوم يحسبوا ترى. ليش؟ لأنه يحاولوا أن يأتوا بالمستقبل إذا كان لهم مستقبل ويقولوا حسابكم كذا وكذا على ما فعلتم بكذا أو قتلتم كذا أو فلذلك الكيان المجرم يجرم بحق الأبرياء والضعفاء والمعوقين، ولكن لا ينسى لو طلقة واحدة فقط أطلقت باتجاههم والله يسجلوها ويدونوها ويحاولوا يقول نحتفظ بحق الرد. المهم الوضع الآن كالتالي: الكيان المجرم إذا فاجأ لبنان في حرب متهورة فستكون لبنان غير متهورة. طيب العدو من نعم الله علينا أنه غير متهور، ولكن هذه الأيام فقد كل حكمة وفقد كل تحكم، فلذلك أصبح فعلا مجرم متهور، وهذا الأمر خطير عليهم هم قبل من يكون خطير على لبنان الكرامة. فلذلك الأمر اللي مخلي الكيان المجرم يفقد عقله إن طلعت له مقاومة تقول لا للظلم، طلعت له مقاومة تقول إن صفعتونا كف لنلعن أبو أم اللي خلفوكم بكفوف. طيب كل الواحد عنده خدين، يعني ما عنده ثلاث خدود، يعني خبطت خد ما راح يدور الخد الثاني. فلذلك اللهم سلم صراحة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وآله: لا تسألوا الله لقاء العدو. إذا خدشت لبنان خدش بس أكلت تبن وزبل الكيانات اللي متعاونة مع الكيان المجرم. فصراحة الحرب مو حلوة أبدا، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون خزي الكيان المجرم قريبا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أكثر من صلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين.